ما شفتكش من فترة، مبسوطة انك رجعت. السلام عليكم، كيف الحال؟ شو الاخبار؟ جئنا لكم فيديو جديد من زيناتي جيمنج، اللعبة الرائعة والحلوة ديترويت بيكام هيومن. اهلا وسهلا بجميع. راح نبلش اليوم نساوي المهمات اللي علينا، نشوف الشخصيتين اللي اخذناها. بل الشخصية الاولى اشتراها توم اتوقع اسمه او هيك اشي، يوصلنا للبيت. طبعا الاليين موجودين لخدمة البشر حتى يساعدوهم، يعتنوا فيهم، يعتنوا في اولادهم. هاي مهماتهم في مدينة ديترويت في 2038. افتح الباب، انزل يا كارلا. في حد بتطلع علينا من الشباك؟ نستخدم زاوية ثانية الشاشة. هتيجي؟ اه طبعا هاجي. لما بعدتي لمدة اسبوعين البيت بقى فوضى. عشان تعرف انك معفن. انت بتعملي شغل البيت، الغسيل، الاكل، وبتهتمي. لو لاي عليكم يا حقير. ايه القرف ده؟ راحت فين البنت دلوقتي؟ أليس! أليس! لقيتك. دي أليس، اهتمي بيها. يا حرام. وكل شيء. الله، مبين البنت معها توحد منه هذا. أيوة يا تود. ابدأي هنا وبعدين كملي فوق. يلا خلينا نبلش. هربت البنت. يلا تنظيف يا جماعة. في الأول خلينا نشوف البيت. اضغط باستمرار المفتاح التالي لفحص المنطقة بنحولك. أوكي. مهام عاجلة عنا وفي مهام اختيارية. نبلش في تجميع القمامة بالمهام العاجلة. ناخذ كيس زبالة أو سطل زبالة. طيب يا جماعة، بخصوص الناس اللي ما حضروا الفيديوهات السابقة بيقدروا يرجعوا يحضروا السلسلة. نزلنا فيديوهين سابقات لهي اللعبة. اللعبة اسمها ديترويت بيكام هيومن. اللعبة بتحكي عن واقع معيشة البشريين والآليين في العام 2038. في العام 2038 بكون البشر صنعوا آليين لحتى يساعدوهم ويأخذوا بعض الوظائف البسيطة أو الوظائف اللي بطلوا يشتغلوها البشر أو صعبة على البشر إنه يشتغلوها. فبصير شوية مظاهرات وشوية اعتراض من البشر على انه الآليين بلشوا ياخذوا بوظائفهم، بلشوا ياخذوا في مصاريهم، اماكنهم الاجتماعيه. وفي ناس طبعا عجبهم هذا الوضع زي الاخ تود، لانه الاخ تود اتوقع في انفصال بينه وبين زوجته، فعاجبه وضع انه يكون في آليين لحتى يساعدوهم لانه ما في عنده زوجه وعنده بنت ولازم يعتني في بيته. فعنده الآليه هاي كارلا. كارلا كانت في التصليح، صدمتها سياره واخذها من التصليح حاليا وجابها على البيت. وطبعا ناسيه جزء كبير من الذاكره عندها لانه في ذاكره تخزين مؤقته راحت. فحاليا قاعد مطلوب منها انه تنظف البيت. قاعدين بننظف البيت. اول مهمه عندنا ننظف المطبخ. يعني شوفوا، على الامانه اللعبه نازله 2018 بس جوده خرافيه. مبسوط بالجوده. خلينا نطلع القمامة. لا، لازم اسحب على اليمين. اوكي، شوفوا الجودة يا جماعة محلاها. اخ يا زيناتي، صرت زبالة اخر العمر. نظف في دور العالم. تعرفوا يا جماعة انه في مدينة اسمها ديترويت في امريكا، من اكبر الولايات في ميشيغان. صدمت انا من المعلومة، يعني دورت على جوجل طلعت عن جد في مدينة زي هيك. فوتوا جماعة شوفوا صورها. على الامانة صورها جمال فيها لا يقل عن جمال الموجود في اللعبة. طبعا بعيدا عن الخيال العلمي الموجود هنا انه في آليين وفي بطيخ ومش عارف ايش، بس مدينة جدا جميلة. بعرفش اذا الآلي بيكون عنده مشاعر او احاسيس او قرارات او مبرمج، يعني هنا بنجرب باللعبة بنشوف. ماله هذا؟ مش عاجبه شيء. ايش في يا معلم حبيب؟ معلم بلاش هسه يعصب علي.
نشوف شو في علينا مهمات هسا. لازم أبلغ الأخ هسا إني أنا خلصت مهماتي. أنا عملت شغل كويس هنا، هطلع الدور اللي فوق. اعملي اللي بتعمليه بس ما تزعجنيش. والمجفصك يا زلمة شو هذا؟ خلينا نروح نكمل شغل الجماعة فوق، بلاش هذا الزلمة يطرني أو يبيعني. هسا ننظف غرفته وغرفة بنته. خلينا نطلع لفوق. اوكي شكلها هاي غرفة تود. والله الغرفة ماكلة هوا، صاروخ داخل بالغرفة. الحلو في الموضوع والله في كثير متابعين عندي منزلين لعبة مجربينها. هلو التلفزيون. الاحصائيات بتقول ان في اكتوبر خسر 225,000 مواطن. اوكي رياضة بعده. القت الرئيس وارن خطابا في حفل افتتاحي. شوفوا جماعة زيناتي سيد من نظف. هسا بتشوف الغرفة كيف راح اقلبها قلابة. شوف يا معلم، شوف وتعلم. خلينا نفتح الشباك، فوت شوية هواء. والله الطالة بتجنن. لازم ننظف الفوضى هاي. ناعف الدنيا ناعف يا زلمة، شو باكي برجليه وبديه يوسخ. طيب يا جماعة بين ما نخلص تنظيف اقترحوا علي زي كل فيديو، خلينا نشوف شو الالعاب. يعني في علي مثلا اخترع علي لعبة الفيديو اللي فات، والسلايدر اخترع علي لعبة، بدنا نشوف العاب جديدة خلينا نجربها بعد ما نخلص ديترويت بكم هيومن. اقترحوا علي شو في عندكم العاب، شو حابين نجرب، بلكي هيك نزلنا الالعاب اللي بدكم اياها. كملت تنظيف ترتيب. معدلة معدلة زينتي. هاي مجلة. اوكي اول سبورتس. شو هالعبة؟ رجع 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 زينتي. لسه ما تنظفتش الغرفة. الله اكبر. اوه جيتار، والله هذا رومانسي الزلمة اللي تحت ابو كرش. بس ما خلصناش للمعلومة يعني. مضاد اكتئاب عم مكتئب اللي تحت. يما مسدس بلاش تخني هسا. خلصنا لسه ما خلصناش. طب شو بدي اسوي يعني؟ نعفت نعف الغرفة. وين اروح؟ لا مش هان. اوكي عند المصباح يا معلم. هذا باكي يسكر بالكندرة. والله تعبت. يلا خلصي. خلينا نروح نشوف غرفة البنات. يما حلني يا رجل. في بنقدر ننظف الحمام بس بقول لك مهمة اختيارية. خلينا نشوف المهمات العاجلة. خلينا نروح غرفة البنت المكتئبة هذيك الثانية زي ابوها. بومة بومة زي ابوها. السلام عليكم. انا عاوز ارتب اوضتك، انا محتاجة دقيقتين. والله لو شايف الشبح ما هو هيك. نفتح الشباك. الشباك انا بحب افتح الشبابيك يا جماعة، يعني هذا السر بدي احكي لكم اياه. وين ما في شباك بفتح. رتب لها التخت مسكينة. الله بريئة البنية، طلع ملامحها. هاي رجع لنك. خلصنا صح؟ في شيء على الارض بس شفتوه. قصة أليس في عالم العجائب، في بلاد العجائب.
بالتأكيد. بس اتوقع لازم نفتح حوار معها. روح يا معلم روح. روح عند أليس. بلطف. متأكدة اننا كنا اصحاب قبل ما يصلحوني. بس ممكن نبقى اصحاب تاني. شو الاهتمامات تبعتك يا أليس؟ كلميني عن نفسك. بتحبي تعملي ايه؟ بتروحي فين؟ اكلك المفضل؟ ده هيساعدني جدا. حبتني حبتني البنت. شو اسم كارا؟ باباكي قال لي انك اخترتي اسمي. كارا ولا كارلا؟ إلي ساعة بقول لكم كارلا. كارا طلع اسمي. الأم شو الأم طيب هاي؟ إيه أخبار مامتك؟ هترجع البيت قريب؟ زعلت؟ شو أخذت مني طيب؟ حطت في إيدي إشي. مفتاح. مفتاح إيش هذا؟ خلصنا صح؟ اوكي خلينا نطلع. وين المجنون هذا؟ صوته مش طالع يا معلم يا حبيب. حيو. انا بلعب. بتلعبي؟ حتى البنت تتحركش فيها. فاكر ابوكي حقير ها؟ شايفين مش قلت لكم عنه حقير؟ ولا بيشتغل ولا بيحمي عيلته. حقير. هو انت مش شايفه ان انا حاولت انجح ومع ذلك بيجي حد بعد كده ويبوظ لي كل ده؟ انا عارف رايك فيا. انت بتكرهيني. بتكرهيني مش كده؟ قوليها بتكرهيني. والله مسكينه هالبنت. انا بعمل ايه؟ حرام عليك والله. شفت عليها. اسف يا حبيبتي. انا اسف. كفو. عارفة اني بحبك مش كده؟ عارفة ده. وانا والله بحبك. اسمي كارا. شوفي. خلصنا. طب خلصنا تنظيف البيت. خلينا نحط متابعة. شوفي عنا كمان. خمسة نوفمبر 2038. هاي الشخصية اللي لعبنا فيها واكل كتلة متذكرين الفيديو اللي قبل. حلو نوصل الطرد معناته. شو هالقصر الحلو هذا. ماركوس شخصية معنا هسه. ماركوس يا جماعة بنلعب اكثر من شخصية هنا. خلينا نحط طرد. ما شاء الله ما اكبر الفيلا. اعتني بكارل. وين كارل؟ لازم اصحيه بس مش عارف وين. شوف اللوحة محلاها. والله ديناصور وزرافة. حلو نروح ندور على الأستاذ صحي. نسحب الستار. حتى نسحب. اصحى معلم. صباح الخير يا كار. صباح الخير. والله حج هذا كار. الجو مغيم شوية. درجة الحرارة 12. نسبة الرطوبة 80% وفي احتمال كبير انها تمطر على الظهر. ده يوم جميل للراحة في السرير. ما انت مرتاح. انا رحت اجيب الدهان اللي انت طلبته. صحيح انا نسيت. مش ده برضو اللي بيميزك عني يا ماركوس؟ اللي هو ايه؟ ما بتنساش حاجة ابدا. طبعا ذاكرتي حديدية. صح
تنظيم دوائكر، لازم نعطي الدواء يا جماعة بلاش يموت بين ايدينا. وريني دراعك كده يا كارل. لا دراعونا فكرت بده يعطيها محل ثاني. شكرا. مع اني لسه فايق بس لسه بتألم جدا. سلامتك يا غالي. البشر مخلوقات ضعيفة بينهاروا بمنتهى السهولة. أيوة نقع الآليين هسا عشان يعيشوا. هاي ايه اللي حصل لهدومك؟ حاجة بسيطة، شوية متظاهرين في الشارع يا كارل فعفلوني فعفلوني يا كارل. فاكرين ممكن يحطوا حد للتكنولوجيا لو ضربوا شوية اندرويد؟ اتمنى ما يكونوش ازوك. اوه لا لا هما بيضايقوني. لا لا بس هبط على وجهي انا تمام. طيب هاخدك الحمام دلوقتي. يعني الواضح حس انه مهمتي انا بهاي الشخصية نعتني فاضل عجوز بين علي عجوز غنية إلو على الرسم والشغلات هاي. خلينا نطلع نفطره. يلا امشي يا معلم مالك دقرت. انت مرتاح يا حج؟ حبيبي والله يا حج. يلا نطلع من وين الباب. أنا جعان جدا. يلا افطارك جاهز، لحمة وبيض زي ما بتحبه بالظبط. شكرا يا ماركوس. العفو. خلينا ندور على المطبخ، خلينا نجهز له اللحمة والبيض. حبيبي يا حج. يلا يا ماركوس على المطبخ يا معلم. فين البيض؟ يجهز كله على الطاولة. يلا حلو المق تبعه. يلا نودي للحج قبل ما يفرط. امسك منيح يا ماركوس. صحة وعافية حاج. مطرح ما يسري يمري حبيبي والله. شكرا يا ماركوس. تلفزيون بعزم علي يا حاج. ليه ما تعملش حاجة لحد ما خلص فطاري؟ طبعا اضطرني. اضطرتني يا كارلو. هو تنشوف لنا شغلة بما ما يخلص. ريتو سمنة وعسل. اقرأ كتب. انا تبع كتب يا زلمة.
بيانو، لعبة البيانو يا جماعة. اسمعوا بس، اسمعوا العزف هسه. شو بدكم نسمعكو؟ قهوك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك. حزن، لعبة الحزن. خلص حزن، حزن معلم، مبهم حقيقي. يلا حزن. اوكي، شوف 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 الابداع. الله 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 الله، فنان. خلاص ماركوس بكفي، ولك ازعجتنا. حمي 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 ماركوس يا حبيبي. اسمع ياض، طريقتك في اللعب تغيرت. اوقات بيتهيألي انك بشري اكتر من معظم البشر. في يوم مش حبقى هنا اخد بالي منك زي دلوقتي. لازم تحمي نفسك وتاخد قراراتك. اعرف انت مين وعايز تكون ايه. العالم ده ما بيقبلش المختلفين يا ماركوس. ما تخليش حد يقولك لازم تبقى ايه. يلا نروح المرسم. طب يعني انا كآلي كيف بدي اقعد اختار قرارات واسوي حياة؟ طب ما انا مبرمج، يعني واحد اثنين ثلاث، عندي مهمات مبرمج عليها، فش عندي مشاعر، فش عندي اختيار، فش عندي احاسيس. شو اللي بخرب فيه الحج؟ الله الله الله، والله حلو المرسم. ونشوف وصلنا لفين. شيل الغطا. يمين بالله، ابداع، فنان فنان. ارسم يا فنان. لازم انظف الاستوديو هسه، في عندي مهمة. خليني انظف له، حرام حج مكرسح هذا. اقوى متنمر اريد. طيب ايه رايك يا ماركوس؟ زي العمى. بيج لايك. ايوه، في حاجه غريبه، حاجه مش عارف احددها كويس. زي الخره. بيتهيألي عجبتني الحقيقه. مش اي حاجه تانية اقولها. كل يوم بيعدي بقرب معاه من نهايتي. انا مجرد راجل عجوز متعلق بفرشته. طب خلاص توكل يا حاج. لكن كفاية كلام عني. اوكي، خلينا نشوف لو عندك موهبة. او عندي هسه غنيت يا زلمة وعزفت. حاول ترسم حاجة. لا الرسم ماليش فيه. لكن ارسم ايه؟ اي أمجد. حاجة عايزة تقدر تحاول. يلا خلينا نحاول يا جماعة. دير بالكم انا عندي مواهب في الرسم، خلينا نجرب. اديني يا حاج اديني.
ده انت هتتف على الرسم تبعتك. طلع طلع هاي صفنة فنان يا جماعة، انتبهوا يعني. لازم احدد هدف عشان ارسم. اوكي شوف 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 تحركة الايد ولك زيناتي ملك الرسم. اسمع حدا مقدر يا جماعة. خلص فيش داعي للبشر، خلص الآليين سيطر على كل شيء. طلع رسمتي ولا رسمته يا جماعة؟ على الأمانة للواقع. طيب شو بدك يعني؟ الرسم مش هو تقليد الواقع، لكنه ترجمته وتحسينه وتصويره من وجهة نظرك. اوكي كارل، انا بعرفش ان اقدر اعمل ده مش في برنامجي. يلا جرب، يلا هات لوحة الرسم دي. بعدين استلمني اليوم هذا حج. يلا شو نسوي؟ اعمل زي ما حقولك. طيب غمض عينيك، ثق فيا. والله خايف منك يا حج انا، بس راح غمض يعني. حاول تتخيل حاجة ما لهاش وجود، حاجة ما شفتهاش قبل كده، ودلوقتي ركز في اللي انت حاسس بيه. والله حاسس بغضب يا حج انا، ضربوني قبل شوي، ضربوني. اندرويد انسانية هوية، شو يعني؟ مهم غضب. حلو تاوريكم رسمة الغضب شو بدي اسوي فيها. ارسم يا فنان ارسم. اديني على طواحيني. شوف شوف وانا مغمض عيني كيف فنان يا جماعة، فنان فنان. في احساس بتحس في الموضوع، راح تتفاجئوا من الرسمة. طلعوا رسمة زيناتي محلاها. اوه طلع، يا سلام. ها اعترف لي. شو هذا؟ مين هذا؟ الو اهلا بابا. ابنه. اوكي ليو، ما سمعتكش وانت داخل. كنت قريب ففكرت اعد عليك. كنت قريب. اوكي وقت كتير مش كده؟ انت كويس؟ شكلك مش كويس. ايوه انا كويس. شكلك الوان. انا كنت محتاج لشويه فلوس. تاني عملت ايه بالفلوس اللي اديتها لك؟ اصل ما انا اكيد يعني صرفتها. ايوه زي سلايدر هذا دارس خصوصيه. لا 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 صدقني الموضوع مش كده. ما تكذبش عليا يعني هتفرق في ايه؟ انا محتاج شويه فلوس بس، ما هو ده الموضوع. اسف. ايوه كفو يا حاج، مش هديك حاجه. سعد دينك. ليه؟ انت عارف ليه؟ انك حقير والوان. انا عارف السبب. انت بتفضل تعتني بلعبتك البلاستيك دي على انك تعتني بابنك الوحيد؟ تقول لي يا بابا هو عنده ايه مش عندي؟ هو اذكى، هو مطيع اكتر، مش زي مش كده؟ لكن تعرف البتاع ده مش ابنك، ده مجرد حته قاله. يا ليو كفايه كده، كفايه. انت ما بتهتمش بحاجه غير نفسك ولوحتك التافهه. عمرك ما حبيت حد ابدا، ما حبيتنيش يا بابا. عمرك ما حبيتني يا الوان. محقر انا بس عشانك يا حاج، دير بالك لو انك مش موجود كسرته، طبشت وجهه. خلصنا اتوقع. طيب يا شباب إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملون لايك، تعليق حلو، واشتراك بالقناة لحتى تشجعونا نستمر. متأسف على الإطالة بس يعني نخلص اللعبة خلاص بكفي. يلا نشوفكم فيديو جديد. السلام عليكم.